السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخواتي صباحكم كله فل وصباحكم رز، صباحكم فل ورز، صباح الفل على عيونكم يا احلى اخوات ليا في الدنيا. عايز بس الناس تجمع عشان هوصل رساله كده صغيره، هوصل رساله صغيره. انا باشا مش هنطير انا يعني. اخواتي اخواتي بصوا يا جدعان، بالذات الحوارات اللي بتحصل دي اللي مش جايه معايا، انا ما عنديش ايميل فيسبوك غير اللي مكتوب عليه نور التوتو، وهتلاقوه عليه حوالي 70,000 متابع. ده الايميل بتاع الفيسبوك، ده الايميل بتاع الفيسبوك عليه 70,000 متابع ومكتوب عليه متزوج. الايميل دوت مكتوب عليه كده، انا اللي عامله كده عشان الايميلات الفيك. ده الايميل بتاعي هتلاقوا عليه 70,000. البيتش ما عنديش غير البيتش دي اللي انتوا دلوقتي انا فاتح اللايف منها، انا ما عنديش غير البيتش دوت بس. والايميل الانستجرام كده انتوا عارفينه، اللي عليه مش عارف 350,000 ولا 400,000. ده الايميلات، هما دول الايميلات اللي عندي. اي حد هيخش هيقول لي النور انا مش عارف ايه، انا بعت لك فلوس عربون مش عارف ايه، لا انا ما مش ده ايميلي. اي بنت بتكلم حد باسمي، اي بنت بتكلم حد باسمي وبتشحن رصيد وبتبعت له صورها وهي مش عارفه ايه والكلام من ده، انا شفت الكلام ده بعيني، انا الكلام ده شفته بعيني. اي بنت بتبعت صورها وهي رايحه في داهيه والكلام من دوت، يا جدعان الكلام ده غلط، وانا ما عمري في حياتي ما هقول لبنت كده عشان الكلام ده انا مش بتاع الحاجات ديت. اي بنت هتقول مش عارفه ايه والكلام من دوت بلاش يا جدعان، انا بقول لكم بلاش بلاش الكلام من دوت علشان الدنيا بايظه اصلا. بلاش الحوارات اللي انا بشوفها ديت بعينيا، انا بشوف بنات بتبعت صورها وباسم ايه، الايميل باسم انا. انا عمري ما اقول لحد ابعت لي صورتك وانت مش عارفه ايه والكلام من دوت، انا ما عنديش غير البيج دوت والايميل التاني، ومحدش يبعت رصيد، يعني الرصيد اللي بيتبعت محدش يبعت رصيد. انا الحمد لله مش مستني رصيد من حد، يعني انا مش مستني حد يشحلني بس كده، ولا مستني حد يبعت لي فلوس عشان مش عارفه ايه، لا انا الحمد لله ابويا منزلني عينيا مليانه من بيتنا، يعني من قبل المهرجانات ومن قبل الكلام من دوت. بس ربنا يسترها علينا وعليكم من الكورونا. الكورونا خربة البلد، خلي بالكم من نفسيكوا، الكورونا خربة البلد، خلي بالكم من بعض، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب.